السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم تفضل بسرعة تفضل. لو سمحت حضرتك، انا عندي شاب يعني قبل الزواج، ولكن ظروفي مش موافقاني، فهل يجوز ان اقترض قرض؟ لا لا يجوز. تزوج طيبا الى ان يسر الله لك، تزوج طيبا صم. اما الاقتراض بالربا لاجل الزواج فلا يجوز.